شد وراح العنش خيره ما ضاقت فجوج الديار بسعتها الله جعل عقب العسيره يسيره يعوض شاء الله للليالي خذتها نفس النبيل الفكر يا قاف قمنا والقريحه غزيره لوح البروق اللي شمال اشعفتها يا قاف قمنا والقريحه غزيره لوح البروق اللي شمال اشعفتها نفس النبيل الفكر مبدا وسيره ذواتها تطرح نبل فلسفتها يا قاف قمنا والقريحه غزيره لوح البروق اللي شمال اشعفتها وشعر الغزل حس العشير العشيره حروف فرسان الهوى دونتها شاعر يعده ما يكنه ضميره قصيده غنيتها واطربتها غنيت فيها النادرات العسيره كل الوصوف الملهمات احتوتها تقول بسمع من قصيدك الخيره اخر قصايدك العذيات هتها خطوة الغزال الفارع المستديره يجعل بها النار نفس انجفتها عز الله انها شيء وخطيره يلا عسى الجنه عجوز انبزتها الفاتنه والملهمه والمثيره يا قطع كبدي كان روحي برتها تقطع صحاصيح الخفوق وظهيره ساقت مطاياها ولا بركتها مدهالها بين الشهيق وزفيره وحد من ورا عوج المحاني رعتها مسكن يذعذع به شذاه وعبيره اللي تنهد صدرها من سمتها اسلوبها واضح وغامض وحيره من طبعها طعم الحياة همزجتها بين القسا واللين شرك وخشيرة وبين التواضع والأدب غطرستها من رق نوثتها بل الحسن غيرة هذا يا كيف وكل بنت اغبنتها في عينها سيف العقيد وشويرة ورموشها جند الخمولة اكتستها غين من الفستان يلمع حريرة وفستانها الأزرق يبرهن صفتها غنجة لذيذة ريق عفة صغيرة عزلة دقيقة خصر خف حركتها اللي وقفت كل يعذر بقصيره واللي جلست يطول رقبتها اللي وقفت كل يعذر بقصيره واللي جلست يطول رز رقبتها ما عاد تنفعها ثياب الستيره هل ينطحتها النود ولا قفتها اردوفها توم يجزينا مسيره حتى ملابسات شكتها حتى اللي وقفت كل يعذر بقصيره واللي جلست يطول رز رقبتها ما عاد تنفعها ثياب الستيره اللي انطحتها النود ولا قفتها اردوفها توم يبزنا المسيره حتى ملابسات شكت تحتها عدت وسماها الجمال الاميره وعاد الجمال يقول مكبر بختها سلسالها برق النحر تستثيره وعيني على سلسالها خايلتها لبت خمتها تستشع وسفيره يا وجد حالي يا وجد زنت خمتها طرق انت تشوق العين في كل ديره عيني ملتها واكتفت وكحلتها تبغى جديدي لين جات الجديره واخر قصيده بعد الاحساس جتها سلامتكم جهازي فصل شحنه على دقدقة الأرقام ولا عاد به دقمه توشر على دقمه تنافض إذراعي من عن الجوع يا الأيام الفتح التلفاقه أدور على لقمه يا شيخ الوقع تفعل وعين الردي تنام يا شيخ الحكاية قمط لسانك خنع فقمه أناديك يا باشا وتجلس فخامة خام وإلا قلت لك قم 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 جعلك النقمة بلونا الأوادم في المجالس وهم مهتم بلا كل من تاجر يصندق لنا زقمة أناديك يا باشا وتجلس فخامة خام وإلا قلت لك قم 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 جعلك النقمة بلونا الأوادم في المجالس وهم مهتم بلا كل من تاجر يصندق لنا زقمة تدور أختوم المشيخة والفعولة إهثام عسى من عطاهم يبتلى علة سقمة حطيتك الإشارة والإشارة في عين إدهام ومن كان قصر شبح النظر وانقصر عقمه رفيقي ذلول الهموم الوارده تعبت الدرهام وهي ذلول الهموم الوارده ملت الدرهام وهي كبدها من ميسم القل من رقمه رفيقي لم انه ما قضى لي لزوم وقام لابو حاشت عنده حدثني على رقمه سلام عليكم صح الله لسانك بيض الله وجهك يعطيك العافيه يقول بعد ما الله جمعنا يا سبب ضيقي وغربالي
بعد ما الله جمعنا يا سبب ضيقي وغربالي تعال اشرح لك القصة من أولها لآخرها. خذينا وقت ما شفنا بعضنا وانشغل بالي وخاف تموت ودموعك على غارب محاجرها. أعرفك من صغر سنك حنون وقلبك موالي، ولكن فيك عادة تسرق البسمة وتنحرها. اتعاند والعناد أكبر مصيبة يا بعد حالي، يودي للنهاية والنهاية كيف نقدرها. حبايب والقمر يشهد وجوالك وجوالي حبايب، والليالي لو افترقنا دوم نسهرها. حبايب لو تزاعلنا حبايب والله الوالي، تعلم من دروسك لا تهملها وتخسرها. ترى الغالي مثل ما قيل با يبطي وهو غالي، ولكن غلطته لا ضاق صدره لا يكررها. يحاول يعرف ان الوضع هذا لك وهذا لي، حقوق اللي دريناها تعلينا منابرها، تعبنا من مشاكلنا وذقنا المر والحالي. كفايه ما بقى للهم حيله لجل نشرها. دخيلك دخيلك يا نظر عيني، دخيلك يا عذب اقوالي، دخيلك هيبتي تفرض علي جهل مخاطرها. تعال تعال اجمع اشتاتك، تعال وعانق وصالي، انا اللي من غلاتك طعنتي كاسر مشاعرها. تعال تعال نسطر اجمل ما شعرناها اول وتالي، ما دام اقلامنا للحين ما جفت محابرها. تعال نسطر اجمل ما شعرناها اول وتالي، ما دام اقلامنا للحين ما جفت محابرها. تعال نجدد العشره ونقهر كل العذالي، تعال اسمع قصيده نابعه من قلب شاعرها، يغنيها من ضيقه وغير اهدال انسالي، يرددها طرب من غير ما ياخذ بخاطرها. يحس منها على طرقه يا لاله يا لالها لالي، وانا ما قلتها الا من عنا قلبي وخابرها. يحس منها على طرقه يا لاله يا لالها لالي، وانا ما قلتها الا من عنا قلبي وخابرها. قصيده من معانيها تعرف انك تهيالي، رغم قسوة زماني كلمتك لا زلت ذاكرها. تقول حسين انا طالبك لا تتركني الحالي، اذا جار الزمان وهبوتي غرقت بواخرها. تقول حسين انا طالبك لا تتركني الحالي، اذا جار الزمان وهبوتي غرقت بواخرها. تراك انت الوحيد اللي بقربك تكبر امالي، ولا غيرك يعيض النفس لا كثرة مخاسرها. انا اعطيتك عهد يغنيك عن وقفات لنذالي، عهد رجالي وزن كلمته قدامه يظهرها. يوفي في زمان ما بقى للطيب من زالي، سوى بقلوب قله ما لقت من هو يعبرها. سلام عليكم. يقول على ملتقى العشاق حنت رعود الشوق، على ملتقى العشاق حنت رعود الشوق، وهلت غيومه بعد ما لقيت الحادي. جمع هالحنين اللي حصاده مطر وبروق، وشارت بسير ضيق الشعب والوادي. يسوقه نقل وافين سوق البدول النوق، ليا صدرت بحمولها بعد ميرادي. على نهج صافين النوايا رقولها فوق، وقالوا كذبتي يا محطات الارصادي. حنين القلوب الناضجه ما يعيق حوب، لو ان العواذل في سما العشق روادي. يدوم الغلاء والحب ما دام ما بهبوق، ولا يهدم صروحه نكت كل حسادي. كذا نؤمن ان الوقت يا عمرنا المسروق، لو شيء ما غير مناهيج الاجوادي. تظل العلوم الطيبه تحكم المخلوق حكم طيبين الساس من عهد الاجدادي. شجاعه كرم واخلاق ما هو نسب ملفوق، برجل شوت اللي على غير ميعادي. واذا بام موقف قال واصحابها مفهوم، يطيحون عاد الوضع في سلمنا عادي. نواجه مواقفنا وحنا نبتسم ونتوب، الكسب الجمايل لو على موت لو غادي. يقولون راعي الاوله ما هو بملحوب، وانا اقول صح وكل شامخ وله بادي. ضعيف الجهد بيموت ما بل ما حلوب، وبعيد الهقاوي تذكره بيظلم جادي. سلام عليكم. صح الله لسانك ويعطيك العافيه. ابو فراج في قصيدة الملك مطلوبة، أنا أبغاك تشيلها شيلة. الله يا الله يا ربنا الأعلى مليك الملوك،
يا واحد دنيتك دون آخرتك الهوى تجعل لنا مخرج من مظلمات الظنوك وتجعل لنا بالحظوظ الساميات اسمواه يا سيدي خادم البتين لا فضفوك في كلمة عانقت حضر الوطن وبدوه ولفت شعبك على حبك وهم والفوك وصارت على قلوبهم مقروة مقروة وصارت على قلوبهم مسموعة مقروة يقبلونك على التلفاز لا شاهدوك إلا بحبك نهيم ونشتهيك شهوة القاده اللي يرى ودها الرياء والشكوك صارت على غرب خطوب الزمان ثعواه صارت عليهم تخام الأرض دكا دكوك ولا شماتة لمن صبه من الله دعواه وانت طلعت بياض الوجه مطلع مكوك وخليتنا بين الأجوى الغايمة بصحواه الله يطول بقاك ويرحم أمك وأبوك وحبل الثقه كل عالدنيا رده برهواه وانت توليت عرش الملك من ورث ابوك وابوك بينه ومن بين الملوك انهواه اسس قبل لا تطور الارصده فالبنوك والناس ما حاشت يدك طبخه واشتواه فوق الحراير وفوق ملجمات الحنوك مسعى ميات السنين يحققه بضحواه خلص السلاطين تحت ذباب سيفه بروك عند الجمال ارغواه والمحصنات انعواه لا يلتفت فالملوك ولا عيال الملوك يقص راس الملك ويقول صبق هواه لا يلتفت فالملوك ولا عيال الملوك يقص راس الملك ويقول صبق هواه الله يطول بقاك ويرحم أمك وأبوك واثنى التحية على حضر الوطن وبدوه واثنى التحية على حضر الوطن وبدوه سلامتك صح لسانك يا أبو فراج عبد الله بن مرهب في خاطره كلمة لكم يا أهالي نجران تفضل عبد الحقيقة يعني الأمسية هذه خاصة عندي أنا تعني شيء كبير والحضور الجمهور اليوم دليل على أن أهل نجران أهل شعر ولا هيب يحضرون لأجل اسم معين ولا يحضر احنا ثلاثة واربعة من برا نجران وجينا نسمعكم شعر وهذا يدل على معدنكم الطيب بيض الله وجيهكم بيض الله وجيهكم بيض الله وجيهكم الحقيقة تشرفت بالجلوس مع زملائي كلهم وأنا نيابة عنهم نشكركم وأشكر بالصدفة ابن عمي حسين البقمي على حضوره بيض الله وجهك والتنظيم لا أنت حبيب قلبي وتصبحون على خير وافي يا عبد الله يعطيك العافية وما عليك سود في أبيات إهداء لأهالي منطقة نجران من قناة المرقاب الفضائية قال رعوم وابو همدان واللي سكن نجران جبال رواسي في الحدود الجنوبية سلامي على يامن ورمز الفخر همدان رجال ارحبوا ورجال سيف وجنبية وجمهورنا الكريم
بهذه الأبيات نشكركم ونشكر مشاهدي قناة المنقاب الفضائية، كما نشكر الشيخ صالح بن حسين السلامه الداعم لهذه الأمسية، ونتقدم بالشكر الجزيل لفرسان هذه الأمسية فردا فردا، ونقول بيض الله وجيهكم، وإن شاء الله أنها كانت خير ختام لأمسيات هذا الصيف. والآن نودعكم على خير، ونلتقي بإذن الله في أمسيات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطيكم العافية، بيض الله وجيهكم. حضورنا الكرام، مشاهدينا خلف الشاشات، في الختام يتفضل المهندس حمد حسين عيبان، وكيل أمين للمشاريع والتعمير ورئيس اللجنة التنفيذية، ويتفضل الشيخ صالح بن حسين آل سلامة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات آل سلامة ومستوصفات وصيدليات السلامة ومستودعات الحيدر للتبريد، الداعم لهذه الأمسية بتكريم فرسان أمسيتنا لهذه الليلة، الشاعر العماني فهد السعدي. الشاعر عبد الله بن ملهب الجمي، راعي الشلة محمد بن فراج الأكلبي، الشاعر حسين عبد الله بن كرعل، الشاعر مهدي بن صالح بن حويل، ومدير هذه الأمسية الأستاذ محمد بن حمران. يتفضل المهندس حمد بن حسين عيبان باسم اللجنة المنظمة بتقديم هدية تذكارية للشيخ صالح بن حسين آل سلامة، ونقدم له معها الشكر الجزيل على دعمه لهذه الأمسية الختامية لأمسيات صيف نجران. ختاما مشاهدينا وحضورنا الكرام، نشكركم على المتابعة والحضور، ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى اللقاء في أمسيات قادمة بإذن الله، وكل صيف وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، معنا في هذه اللحظات الشيخ فيصل بن حسين أبو ساك الذي حضر هذه الليلة أمسية نجران، الأمسية الختامية والأخيرة. يسعد مساكم حسين. الله يسعد مساك ويحييك أنت وقناة المرقاب. أبو حسين، حضرت الليلة الأمسية الأخيرة ورأيت التفاعل والحضور الجيد، الشيء اللي صراحة يعزى إليه كثير من الأمور، أنت بوجهة نظرك وش تتوقع نجاح صيف نجران للأمسيات بالذات؟ أنا بصراحة الأمسيات أعزي النجاح صيف نجران الكثير من الأمور. في بدايتها سمو أمير المنطقة، في الشيء الثاني الزملاء المسؤولين والمهتمين بالشعر بصراحة لهم دور كبير، وأنا ما أحب الثناء ولا المدح للمسؤولين خاصة في منطقة نجران، لأني أشوف أن كل ما يقدمونه واجب ونطلب منهم أكثر في منطقة نجران، فكان لهم الدور. الشيء الأهم من الأمور هذه كلها هو جمهور نجران. بصراحة جمهور نجران يتبنى فكرة أن المهرجان هذا مهرجان خاص لا تنظمه جهة حكومية، كل شخص يكون حريص من أبناء منطقة نجران يكون حريص على نجاح المهرجان بشكل كبير، بحيث أنه يعتبر الموضوع هذا، موضوع نجاح المهرجان، مسؤولية شخصية. فهذا في حد ذاته إذا كل مواطن أو كل ابن من أبناء نجران سواء الساكنين أو أهل منطقة نجران استشعر أهمية مشاركته في نجاح هذا المهرجان، أعتقد أن هذا هو السر في نجاح المهرجان. طيب أبو حسين، رأيك في شعراء الأمسيات هذا العام؟ بصراحة بحضور مجموعة من الشعراء، شعراء الأمسيات كان الاختيار موفق، بصراحة أنا ما راح أكون ظالم إذا قلتم فيه هناك اختيارات غير موفقة في بعض الأمسيات، وحنا بطبيعتنا نحب ننتقد، وانت خالف في وجهة النظر مع اللجنة المنظمة واللجنة المعنية بذا الشيء، هم بصراحة يشتغلون ويتعبون وحنا ننتقد، نختلف في الرأي ولكن نجتمع في حب منطقة نجران.
بصراحة أن اختلافنا معهم هم يتقبلون وصدورهم وسيعة، ولكن في المجمل أعتقد أنه ناجح بكل المقاييس. طيب أبو حسين، التغطية الإعلامية وجه عام، ليست الفضائية أو التلفزيونية، وجه عام. التغطية الإعلامية بخصوص بغض النظر عن التلفزيونية ما كانت بصراحة عند مستوى الحدث. سيما أنا أعتبر مهرجان نجران هو المهرجان الأول الآن الشعبي في منطقة الخليج الذي يعنى بالشعر، فلذلك أنا أرى أن التغطية سواء من الإعلام المقروء أو المسموع ما كانت عند الوجه المطلوب، أو الإنترنت بصراحة أن نافذة إعلامية كبيرة ما حد يغفل دورها، ولكن ما كانت بالوجه المطلوب الذي يليق بحجم مهرجان نجران. أما من حيث القنوات التلفزيونية فأعتقد غير مجامل، لأني أسوي اللقاء هذا مع قناة المرقاب. صراحة قناة المرقاب السنة هذه أبدعت بشكل كبير في نقل المهرجان، ونقل إلى درجة فيه أبناء المنطقة المبتعثين أو من جمهور الشعر المبتعثين حظيوا أيضا برفع الأمسيات على اليوتيوب وعلى برنامج الإنترنت، وقدروا أنهم يشاهدون الأمسيات. قناة المرقاب أصبحت نافذة وبوابة لمنطقة نجران، وأعتقد أنها كسبت جمهور كبير في منطقة نجران تحسد عليها الآن من باقي القنوات المنافسة. هي بوابة إعلامية، المنطقة عريقة وثرية بالأدب وبالثقافة على وجه الخصوص بالشعر وبالتاريخ. فأعتقد أن أنا سمعت من بعض المختصين أن هناك أكثر من 79 مادة إعلامية سجلت من قبل قناة المرقاب، لهم شهر متواجدين في منطقة النجران. وما يفوتني أني أشكر الشيخ مسعد بن سمار أبو مشاري، وأشكر الأستاذ السلطان الحويماني، وأشكرك أبو يوسف صراحة، أن أبو أحمد الشكر لا يوفيكم حقكم، لأنكم صراحة أكثر قناة اهتمت بالجانب الشعري والثقافي والأدبي والتاريخ، حكم الزيارات اللي انت سويتها للقصور للجبال للجميع اعيان المنطقه للهجر. ما اعتقد انا شخصيا ما اذكر في قناه قامت بما قامت به المرقاب السنه هذه، والشهاده لله انها شهاده حق، يعني مو مجامله لقناه المرقاب ولا لك يا ابو احمد. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك، والف شكر لك، ارحبكم مره ثانيه في نجران، لا انت ولا الاخوان الحضور. الله يعافيك. اعزائي المشاهدين، معنا في هذه اللحظات احد فرسان امسيه هذا المساء، الشاعر مهدي بن حمد. مساك يا مهدي. مساك، والله يطول عمرك. صراحه حدات، ويقول احد الحكماء والامام الشافعي أنتك في وجه أخيك مذمة، لكن في وجهك أمدح في دفاعك وبنطردك من المرقاب للسنة الجاية. مجمل وذا من طيب راسك، الله يطول عمرك، وشهادة أعتز فيها منك ومن كل غالي قدم الثناء هذا اليوم. قبل الأمسية التقينا بالشعراء زملائك في الأمسية، الشاعر عبد الله بن القمي، والشاعر فهد السعدي، والشاعر المبدع حسين بن كرعل، وأيضا مقدم الأمسية وعريف محمد بن عمران. ننتقي بعد الأمسية معك، بعد الأمسية انطباعك. والله انطباعي الحمد لله، الأمسية كانت منتعشة من الجمهور، من الحضور، من الأصداء اللي سمعناها من المطاليق يثنون على الأمسية، والحمد لله إن شاء الله الليلة نحن توفقنا في الاختيار، وتوفقنا إن شاء الله في التقديم اللي ينال على بعض رضاء الجمهور. في قافية من قوافي أحد قصائدك كانت من حوتات عثمانية، هذا من طيبك ومن ذائقتك الرفيعة، شهادة أعتز فيها، واعتبر أن أي رجل يثني على الشيء اللي أنا أقدمه والله أنها شهادة أعتز فيها، وأحس أني ما قدمت الشيء اللي أنا راضي عنه إلى الآن.